اهلا بكل من يتابع في برنامج العشيه. كيف ما قلت قبل الفاصل، بعد الفاصل حنحكي على المعرض الدولي للكتاب اللي أقيم في العاصمة الأردنية عمان. هذا المعرض كان غزير بصراحة بالكتب، وأيضا ملتقى عام للمثقفين على مستوى الوطن العربي بشكل عام. كان هناك العديد من الملتقيات، كيف ما قلت كان هناك العديد من الكتب بمختلف مجالاتها وأنواعها. هنستعرض مع بعضنا هذا التقرير اللي عرفنا أكثر على معرض الكتاب الدولي. باش يكون معرض عمان الدولي للكتاب في دورته 19 أكثر بهاء ونجاح، جاء المعرض الدولي للكتاب هذه السنة تحت شعار القراءة حياة، بمشاركة 22 دولة و350 دار نشر عربية وأجنبية، مع وجود الجمهورية التونسية كضيف شرف للمعرض. تم اختيار الشاعر الأردني أمجد ناصر كشخصية العام الثقافية. ويشهد المعرض إقامة عدد من الفعاليات الثقافية والفنية، بالإضافة لحفلات توقيع أبرز الكتاب العرب والأردنيين. ويقام على هامش المعرض المؤتمر الإقليمي للاتحاد الدولي للناشرين يومين 30 من سبتمبر والأول من أكتوبر. الهدف من المعرض تسليط الضوء على دور القراءة في مستقبل العالم العربي وتحديات وصول الكتب للقراء بما فيهم طلبة المدارس واللاجئين. ويذكر أن عدد دور النشر المصرية المشاركة في هذه الدورة وصل ل 63 دار نشر تشارك بشكل مباشر من خلال الأجنحة، بالإضافة لمشاركة عدد آخر بالتوكيلات لدور النشر الأخرى. المعرض كان فيه ندوات فكرية وثقافية وأمسيات شعرية وتوقيع كتب، بالإضافة لقراءات قصصية ومسرحيات للأطفال. مشاهدينا، زي ما تابعنا يعني هذا المعرض اللي احتوى للعديد من الإمكانيات الرائعة عبير، يعني زي ما تابعنا من خلال هذا التقرير خاصة مشاركة الدول العربية. نتمنى في يوم من الأيام أن ليبيا تكون هي من ضمن المشاركين خاصة في الأحداث العربية، وأيضا ليبيا موجودة ومتواجدة، ولكن نتمنى الوجود يكون أكثر قوة، يعني كيف ما شفنا دولة مصر مشاركة تقريبا حاجة وستين معرض. نعرف بأن العاصمة الأردنية عمان هي تحتضن هذا الحدث المهم جدا، وعن القراءة ومستقبلها في الوطن العربي خاصة في ظل العولمة، وكل يوم أكيد التكنولوجيا تتطور وتزيد، أكيد وسائل التواصل الاجتماعي ممكن تحتل مكان القراءة، ولكن بفعل هذه الفعاليات والأنشطة أكيد القراءة لها دور مهم. إبراهيم، حناخذ معلومات أكثر مع الأستاذة مؤنس الحطابة، هو عضو اتحاد الناشرين الأردنيين. مساء الخير. مساء النور، أسعد الله مساءكم. مساء الخيرات. مرحبا بك سيد مؤنس، وأنست برنامج العشية. أشكرك شكرا لك. القراءة حياة. نعم. كان شعار الدورة 19 للمعرض أو معرض الكتاب الدولي بالعاصمة الأردنية، لماذا اخترت هذا العنوان بالذات يعني؟ لأنها فعلا القراءة حياة، ولأننا نحيو باحتياء القراءة. جميل. ونكون مميزين أكثر عندما نقرأ أكثر ونتعلم ونتثقف أكثر. صحيح. فهناك اسمين جاء لهذه الدورة، القراءة حياة، وهناك اسم آخر اقرأ تمكن تطور. أوكي. اقرأ تمكن فطور. نعم. تطور. ممتاز جدا. سيد مؤنس، لو حكينا على أبرز الشخصيات اللي كانت حاضرة من خلال هذا المعرض، يا ريت لو تحكينا عليهم، بالإضافة إلى كيف كانت الأجواء فيما يخص أيام المعرض كلها. أول شيء أنا بدي أعود مبكرا وأقول لك أشكرك لإتاحة لنا الفرصة من عمان، من معرض عمان الدولي للكتاب، حتى تكون هناك رسالة جميلة. نحن ليس بعيدين عن ليبيا الحبيبة والشعب الليبي الرائع. نتمنى إن شاء الله بالأيام القادمة أن تكون دور النشر الليبية والمثقفين الليبيين من أهم الناس الذين يشاركون معنا في معرض عمان. معرض عمان الدولي للكتاب يشارك فيه هذا العام 360 دار نشر من كافة الدول العربية ومن 22 دولة عربية وأجنبية، وجاء هذا المعرض منسجما مع برنامج ثقافي متميز. استطعنا من خلال هذا البرنامج أن نغطي جميع الندوات المتعلقة بالثقافة وبالفن وبالكتب أيضا السياسية والندوات الثقافية المتميزة. ما يميز هذه الدورة حقيقة نوعية الكتب ونوعية الناشرين.
المشاركين. فارتأت إدارة معرض عمان ولجنة المعرض أن يكون هناك انسجام وتنوع في طبيعة الكتب، إذا كانت هذه الكتب إسلامية أو إذا كانت هذه الكتب أطفال وغيرها. فجاء المعرض متوازنا مع طبيعة ما يطلبه الجمهور الأردني. تمام، حلو. نعرف بأن تونس كانت ضيف شرف في هذه الدورة، الدورة 19 يعني. هل يعني هذه الأمور بدعوة من المعرض ولا ربما تكون في اتفاقات ما بين الدول يعني؟ أولا أشكرك على هذا السؤال. نعم. إدارة معرض عمان الدولي من 4 سنوات اتخذت إدارتها قرار أن يكون هناك ضيف شرف كل عام. فالدورة الأولى بدأنا مع فلسطين، والدورة الثانية كانت دولة الإمارات العربية، والدولة الثالثة كانت مصر، والدولة الرابعة جمهورية تونس الحبيبة التي نعتبرها حقيقة منارة الثقافة ومنارة التميز بكل أبعاده. فهي تشارك معنا هذا العام كضيف شرف متميز بكل مشاركات، كانت دور نشر أو مؤلفين أو كتاب أو حتى من مشاركات المسرحية الرائعة التي شكلت على هامش البرنامج الثقافي. ممتاز. حضرتك حكيت أن 360 دار نشر شاركوا. نعم. في خلال هذا المعرض، لو تحكي لنا أو تعدد لنا يعني من الدول اللي جت فيهن أو شاركوا بشكل أساسي، خاصة الدول العربية. هناك مشاركة كبيرة حقيقة من مصر الشقيقة، وهناك تنوع من مكتباتها، هناك دور نشر لا نستطيع ذكر الأسماء حتى لا يعتب علينا أحد إذا نسيناه. لا، الدول فقط، الدول فقط. نعم نعم. نعم. وهناك أيضا مشاركة رائعة جدا من لبنان، مشاركة متميزة أيضا من سوريا، مشاركة متميزة أيضا من المغرب العربي. نعم. وتونس والكويت التي تشارك بأجنحة متميزة وأجنحة كبيرة. الإمارات تشارك بهيئة الشارقة للكتاب، وأيضا السعودية، وعندنا سلطنة عمان ممثلة بوزارة الإعلام ووزارة الثقافة. حلو. وعندنا أيضا العراق الحاضر باستمرار وبقوة من مجموعة دور نشر متميزة. يعني على سبيل الحصر سريعا حتى لا أكون نسيت أحد. نعم نعم أستاذ مؤنس، نسمع فيك. أنت حصرت لنا كل المجموعة أستاذ مؤنس، تسمع فينا؟ يبدو من الاتصال واضح للأسف انقطع الاتصال. بصراحة معرضان المعرض كان جدا مميز، خاصة أنه هو يعني كيف ما قال 360 دار نشر كانت في هذا المعرض، وأيضا في فقرات فنية رائعة. يا ريت يعاود الاتصال بالسيد مؤنس خطاب حيث يحكي لنا أكثر على هذا المعرض، معرض الكتاب الدولي. شيء مميز لفتني طبعا، حتى من خلال التنظيم، حتى الصور اللي تبعناها يا ريت المخرج لو هو يجيبها لنا يعني نشوفوا جمالية هذه هذا المعرض، غاية في الروعة خاصة. نعم. فيما يتعلق بالتنظيم. نعم إبراهيم، رجع معنا مرة ثانية الأستاذ مؤنس الحطاب، أهلا بك مرة ثانية. يا مرحبا. يا مرحبا. مرحبتين بك. أنا حابة نسألك عن هدف هذا المعرض، وهو تسليط الضوء على مستقبل القراءة. ربما نعرف بأن يعني الرغبة في القراءة خفت شوية مع زي قبل يعني، لكن ربما بهذه الفعاليات أو بهذا المعرض ربما نعيد النظرة لأهمية القراءة ولأهمية مدى تثقيف شخصية ومكونات الإنسان يعني بشكل أساسي. حدثني عن كيف شايف أنك أنت مستقبل القراءة مع تزامنا مع هذه الفعاليات. أنا أكثر تفاؤلاً. نعم. أنا أقول أن القراءة ستكون إن شاء الله في السنوات القادمة بخير. علينا أن نتحمل التحديات، علينا أن نكون لدينا إصرار كبير جداً باستمرار هذه المعارض الرائعة والجميلة، ونعزز التواصل الحقيقي بين العواصم العربية حتى يكون هذا منارة حقيقية لتشجيع وحدة القراءة. العالم العربي بطبعه يحب القراءة، ولكن هناك تحديات كبيرة جدا. صحيح. موجودة في العالم العربي. أنا حابة نعلق لك بس على أنا وجهة نظر يعني ربما أشوف. نعم. نشوف واحدة من هذه التحديات، بنحن في عصر السرعة يعني كل شيء. نعم. في حياتنا أصبح سريع، والقراءة. نعم. تبي يعني وقت وتبي طولة بال وتبي يعني، ولكن شن تعليقك؟
يعني القراءة موجودة والوقت موجود، ولكن إدارة الوقت هي من الأساس التي يجب أن يتمتع بها الشخص. ولكن من التحديات اللي بتصادف الناشرين أو تقف عائق أمامهم هي مسألة القرصنة ومسألة دخول الكتب للدول والرقابة وغيرها. ولكن دائما علينا أن نحاول جاهدين بكافة طاقاتنا كناشرين عرب وكناشرين أردنيين أن نستمر لكسر كثير من الحواجز حتى يستطيع الكتاب أن يصل لكل قارئ ويصل بمتعة ويصل برغبة طبعاً. حتى يكون هناك عامل حقيقي لتشجيع القراءة. حلو. نعم سيد مؤنس، كيف تقيم من الإقبال في معرض الكتاب الدولي؟ معرض عمان حقيقة هذا العام جاء بإقبال متميز حتى من يوم الافتتاح، مع أنه كان الافتتاح متأخرا تقريبا الساعة 6 مساء، إلا أن الإقبال كان مميزا، وحظينا بأن الافتتاح جاء مع نهاية الأسبوع، وأنت تعرف أن العطلة في نهاية الأسبوع يكون الإقبال فيها متميز. صحيح. اليوم هو اليوم الثالث في المعرض والإقبال نستطيع أن نقول موجود. أنه جيد. حلو. ونطمح أن يكون أفضل، ولكن إن شاء الله أن جمهورنا الأردني هو جمهور متذوق للكتاب ومحب للكتاب، وأنه إن شاء الله سيكون معنا خلال الأيام القادمة إن شاء الله. أكثر فئة أستاذ مؤنس لفتت انتباهك وكان حضورها فعال وقوي في الدورة 19؟ ما يبشر الخير في معرض عمان أو في هذه الدورة أن العدد المميز من زائرين المعرض هم الشباب. الشباب حلو. وهذا انطباع بيعطينا أمل وبيعطينا فرح. صحيح. أن الشباب عاد للقراءة أو الشباب جاء راغبا للبحث عن الكتب. كنا نرى دائما بالمعارض السابقة أن غالبية زوار المعارض يكونوا من كبار السن أو من طبقة معينة، ولكن ما يجعلنا متفائلين في معرض عمان في هذه الدورة بالذات هو وجود العنصر الشبابي الباحث عن الكتب المميزة والكتب الفكرية. هذا بيخلينا نشعر بأن تجربة إقامة المعارض هي تجربة ستكون إن شاء الله ناجحة إن شاء الله. ومؤثرة وأدت الرسالة الحقيقية التي أقيمت من أجلها. سيد مؤنس، أبرز الأعمال التي أقيمت أو ستقيم على هامش معرض عمان؟ هناك حفلات توقيع من الكتب متميزة وكبيرة جدا في الأجنحة بشكل عام، ولكن هناك برنامج ثقافي لأكثر من ندوة مهمة. بالأمس كانت هناك ندوة متميزة عن القرصنة وعن تقليد الكتب، شارك فيها رئيس اتحاد الناشرين العرب ورئيس اتحاد الناشرين الأردنيين، وشارك فيه مدير المكتبة الوطنية من الأردن، وأدار الندوة ناشر. فهذا الاندماج الحقيقي في شخصيات الملقين بيجعل نوع متميز من هذه الندوات، لأننا نسمع في هذه الندوات أكثر من وجهة نظر، نسمع وجهة نظر خارجية ونسمع وجهة نظر حكومية ونسمع وجهة نظر متابعين، فهنا تكون الاستفادة. هناك صحيح. كمان ندوة عن العلاقات التونسية الأردنية وتجربتها الثقافية، هناك أيضا ندوة متميزة إن شاء الله راح تكون عن القدس ودور القدس وتأصيل عروبة القدس. هناك ندوات أيضا لها علاقة بمسرح الدمى والعرائس، مسرحيات وأمسيات شعرية. نعم، كل الشكر لك الأستاذ مؤنس الحطاب عضو اتحاد الناشرين الأردنيين، كل التحايا لك، بصراحة كان الحوار جدا ممتع معك، نتمنى لك كل التوفيق في كل دورة لهذا المعرض الهام جدا على مستوى الوطن العربي. صحيح، تحية كبيرة للأستاذ مؤنس وكل القيمين على معرض الكتاب الدولي في العاصمة الأردنية عمان. فكي نكون كملنا هذه الفقرة. صح.